صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. صباح أكيد بيحمل معه كل الخير لكم. نبتدي من دمشق التي عندما تستيقظ الحياة معه لتبدأ أولى ملامح يومها على إيقاع فيروز. هي دمشق عبق الياسمين وحجارة أرصفتة اللي أكيد هي أهم محطات ذكرياتنا، انطبعت بكل حجر وبكل حارة ذكريات وقصة حلوة. بدي صبح عن جديد لكل اللي انضم لرحلتنا الصباحية، صباح على زميلتي ليا. يسعد صباحك يا ليا. صباح الخير لك زينب، وصباح الخير لكل المشاهدين. يوم جديد من سوريا يلي رح تبقى مهد التاريخ مهما سجل التاريخ من ارقام. من هي الارض بديت الحياه، ومن دمشق سجلت اقدم عاصمه بالتاريخ. معلومات كثيره رح نتعرف عليها سوا خلال مشوارنا برفقتكم، لحتى ايضا نعرف شو الفقرات ومين الضيوف يلي رح يكونوا معنا. خلونا نروح لفاصل ونرجع. التكنولوجيا وتطورها وجمال المظاهر الطبيعية وآخر الدراسات الطبية، جولتنا المنوعة لليوم خلينا نتابع سوا. من سماء موسكو بداية جولتنا المنوعة لليوم مع صور أظهرت أعلى حلبة للتزلج في العالم، تمت إقامتها على ارتفاع 354 مترا فوق سطح ناطحة سحاب في قلب العاصمة. إيطاليا التي أتاحت لنا أن نعرف كيف سيصبح مستقبل تسوق المنتجات الغذائية في السوبر ماركت عالمياً ورقمياً، من خلال تجهيز المتاجر بأجهزة كمبيوتر ذات شاشات تعمل باللمس وتحوي كل المعلومات عن المنتجات المعروضة. ختام عالم الصحة وآخر الدراسات التي ربطت بين انخفاض مستويات الفيتامين دي عند النساء الحوامل في الأسبوع 20 والذي يؤدي أكثر عرضة لإنجاب طفل يعاني من التوحد، فقد لاحظ باحثون أستراليون وجود الصلة، وأدى هذا الاكتشاف إلى رفع وتيرة التوعية حول تناول مكملات فيتامين دي في أثناء الحمل على نطاق واسع والتي تقلل من الإصابة بمرض التوحد، وهي الحالة التي تؤثر على الحياة بشكل كامل وعلى ارتباط الأفراد بالبيئة المحيطة بهم. رح نروح لأجواء الميلاد يلي بدأت زينتها تنور الأحياء والشوارع. فضمن أجواء من الدفى والفرح تمت إضاءة شجرة الميلاد بالدمروز يلي أقيم حفل تضمن تراتيل العيد وأغاني بمشاركة من جوقة لونا للغناء الجماعي، كما تم تكريم عدد من أبناء الشهداء بحضور السفير البابوي. الأجواء خلينا نتابعها سوا مع زميلتنا ميسان حمدان. Oh,
يجدد دوما السوريين رسالتهم الأبدية، رسالة المحبة والسلام. اليوم نشعل شجرتنا ونتمنى أن تكون آخر أيام الفقد وأيام الحزن لكل السوريين، كما يحتفل أبناء الحلب وأبناء حلب والسوريين بخلو مدينة حلب من الإرهاب. نأمل أن يعم الانتصار أيضا في كافة بقاع الأراضي السورية. اليوم مثل ما بنعرف شجرة الميلاد في سوريا لا ترتبط بطائفة أو ترتبط بدين أو عرق، وإنما هي برسالة المحبة والسلام لكل السوريين. الاحتفال هو بمناسبة الأعياد، نحن اللي قادمين على أعياد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الجديدة إن شاء الله تنعاد على سوريا وعلى شعب سوريا، على جيش سوريا بالخير والبركة والنصر. ورمزيته بهالأيام أنه نحن لازلنا ثابتين في أرضنا، لأن نحن وما بيقدر حدا يقلعنا من هذه الأرض. نحن سوريين باقيين في سوريا، مسيحيين ومسلمين، نتعاون مع بعضنا حتى نحيا حياة السورية بسلام. هي صارت رمز لكل السوريين بعد ما صارت رمز لكل الناس بالعالم. اليوم من كل الأديان بكل الدنيا بيعيدوا براس السنة بهالشجرة الحلوة، يمكن بيحسوا أنه الخضار بيعني شيء بداية السنة. رح نشارك من هذا المكان اللي بيشاركوا فيه ناس كتير، رح نقدم 13 أغنية بشي خمس لغات لحتى نقول نحن شركاء سكان الكرة الأرضية في هذا الفرح. نحن قد ما زعلونا حكومات الكرة الأرضية، نحن أصدقاء شعوب الكرة الأرضية، رح نغني بلغاتهم. إدارة فندق داماروز دعتنا لأنه عاملين نحن مجموعة أم الشهيد عاملين بازار. من خلال هذا البازار طلبوا منا أنه نكرم أولاد الشهداء ونشاركهم بإضاءة شجرة الميلاد. طبعا نحن اليوم بأرواح شهدائنا عم نضوي كل شجرة بسوريا، لولاهم ما كنا أضاءنا ولا شجرة. نحن الريع هذا البازار اللي عاملينه نحن بالدور التاسع، ريعه بده يصير لأسر لأولاد الشهداء إن شاء الله. بكل يوم أخبار كتيرة بتدخل سجلات حياتنا، ولحتى نتعرف شو أبرز هاي الأحداث اللي شهدها مثل هاليوم نتعرف عليها بحكايتنا لليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1917 تم تأسيس الاستخبارات السوفيتية KGB، وفي عام 1970 أعمال شغب كوزا احتجاجا على الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا، كما شهد عام 1987 أكبر حادث عبر تصادم عبارة ركاب دوناباز مع ناقلة النفط وان المتجهة إلى مضيق تابلس في الفلبين، ليصل عدد الضحايا إلى 4000 قتيل. مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية عام 1999. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1890 عالم الكيمياء والفيزياء التشيكي ياروسلاف هايروفسكي، المطرب المصري محمد فؤاد عام 1961. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1968 الروائي الأمريكي وأشهر كتاب القصة جون ستاينبيك، وعالم الفلك كارل ساغان عام 1996. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. We'll be right back.
شخصية جديدة منقلب بصفحاتها سوا لنتعرف على خلاصة إبداع ترك أثاره عبر التاريخ. خلونا نتعرف مع بعض من شخصيتنا لليوم. يوروسلاف هايروفسكي، كيميائي وفيزيائي تشيكي، ولد في 20 كانون الأول عام 1890 في براغ. درس الكيمياء والفيزياء والرياضيات في جامعة تشارلي، وبين عام 1910 وعام 1914 درس في جامعة كوليدج في لندن تحت أشراف ويليام رامسي، وتحصل على درجة البكالوريوس سنة 1913. عمل مع الدكتور فريدريك دونان، وهو كيميائي أيرلندي في مجال الفيزياء الكهربائية. خلال الحرب العالمية الأولى أجرى خدمته العسكرية في مستشفى، وعمل فيه ككيميائي وأخصائي تصوير، وسمح له ذلك بمواصلة دراسته والتحصيل على درجة دكتوراه في براغ سنة 1918، ومن ثم دكتوراه علمية من لندن سنة 1921. بدأ مسيرته الجامعية كمساعد لبروفيسور برونر في معهد التحليلات الكيميائية في جامعة تشارلز التشيكية، ومن ثم رقي إلى منصب مساعد بروفيسور عام 1922، وأصبح أول بروفيسور فيزياء وكيمياء في جامعة تشارلز عام 1950 ومديراً للمعهد البوليغرافي. ألقى يوروسلاف محاضرات حول البوليفارفيا في الولايات المتحدة سنة 1933، وفي الاتحاد السوفيتي سنة 1934، وبعدها السويد سنة 1974، وتلتها الصين في 58، وفي مصر سنتي 1960 و1961. تحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959، كما سمي صدع على سطح القمر باسمه تخليدا له. توفي في 27 من آذار عام 1976 في براغ. بداية فقراتنا لليوم من الطقس اللي عم يتصدر أحاديثنا، ويمكن ترتيب أعمالنا خلال هالأيام الباردة، خاصة مع اللون الأبيض اللي رسم المشهد بمعظم المحافظات والمدن السورية. لحتى نتعرف أكثر عن المنخفض وتأثيراته، بيسعدنا يكون معنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم خليل مصطفى، مدير العام للأرصاد الجوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني سوريا بشكل عام عم تمر بمنخفض حراري كتير كبير، العالم يمكن هالفترة كلها ماتت من البرد. خلينا نحكي عن المنخفض وتأثيراته، ومثل ما قالت زينب ببعض المدن أو المحافظات السورية لبست الثوب الأبيض. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يعني هو في برد، لكن إني هذه الحالة الطبيعية لفصل لبداية الشتاء. يعني احنا بعدنا يعني بالخريف، يعني بدنا شيء لسه 3-4 أيام لندخل الشتاء. يعني الحقيقة طبعا هطلت يعني أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية، فعلا تغطت بالثلوج طبعا المرتفعات المحيطة بالقطر والمرتفعات الموجودة بداخل القطر. يعني إجمالا يعني فوق 1000 متر صار هطولات ثلجية، حتى البارحة صار بسويدا هطولات ثلجية كمان ببعض المرتفعات 20 سنتيمتر، بدرعا صار شوية هطولات مطرية إلى آخره. فعلا حصلت هطولات مطرية. كان عندنا يعني مثل ما بداية الموسم المطري كان في نقص يعني مش أسبوعين 3 أسابيع، لكن تعوض النقص وصرنا كمان بمعدل أكثر من المعدل العام لمثل هذه الفترة من السنة. يعني خلينا نحكي لك عن مثل ما قلنا بالمقدمة كمان إنه الناس عم تأجل وترتب أعمالها خلال الأيام الباردة، يعني بس تسمع في منخفض في كتير مشاريع بتتأجل. خلينا نحكي عن المنخفض اللي هلا عم نشهده، لإمتى رح يستمر وشو تأثيراته؟ والله غدا يعني أثناء النهار يعني خلال فترة الظهر يعني بتصير هطولات مطرية، نتأثر يعني بحالة طقس بتصير هطولات مطرية بدلا المناطق الساحلية الشمالية الغربية، ويتم امتداده تدريجيا الى باقي المناطق. هو بشكل عام يعني منخفض بشكل عام يؤثر على كل منطقه، ولكن يؤثر خلال يوم الاربعاء الخميس بدا من الاربعاء الخميس الجمعه على المرتفعات الشماليه الغربيه الشماليه الشرقيه. على هذه المرتفعات سيبدا يعني بدا من المناطق الساحليه يكون في هناك هطولات ثلجيه
على هذه المرتفعات، على ارتفاعات 500 متر، بعض المرتفعات يمكن تكون 400 متر، خاصة بمناطق الشمالية الغربية محافظة حلب، المرتفعات المحيطة بمحافظة حلب، بإدلب، بباقي المناطق، حتى بجبل عبد العزيز بالمرتفعات بالحسكة المحيطة بالحسكة إلى آخره، وتكون هطولات مطرية حقيقة غزيرة يعني. بنفس الوقت في انخفاض على درجة الحرارة نتيجة هذه الحالة، بتصير أيضا في اشتداد على الرياح. طبعا نحن متواصلين ومتابعين دائما كل ما يكون هناك حالة كذا، نعمل تحذير، نعمل تحذير من خلال وسائل الإعلام المرئية المسموعة المقروءة إلى آخره. نعم، رح يكون يمكن في هطول للثلوج بمدينة دمشق، يعني يمكن جايين نحن على العيد وهيك خلي العالم يطمنوا. لا، الحقيقة الهطولات الثلجية ستتركز على المرتفعات الجبلية فقط، الشمالية الغربية. أما في محافظة دمشق سيتم تأثير الهطولات اعتبارا من يوم السبت حتى الخميس الجمعة، ما في هطولات مطرية، يتم سيبدأ الهطولات بالتأثير على محافظة دمشق بدأ من يوم نهار السبت، ويكون هطولات ثلجية على المرتفعات التي تزيد ارتفاعها على 1100 متر 1200 متر فما فوق، يعني داخل العاصمة دمشق لا ما في ثلج. خلينا نحكي عن الهطولات المطرية، قديش بتأثر على منسوب المياه؟ هل مقارنة بالشتي الماضي عم تحسوا أنه الهطولات أحسن هيدا الشتي؟ طبعا الحقيقة يعني الهطولات المطرية طبعا يعني تجاوزت المعدل لمثل هذه الفترة من السنين بالمقارنة مع السنة الماضية لأضعاف، يعني بعض المحطات 3-4 أضعاف الهطولات المطرية التي كانت موجودة سابق في العام الماضي. أما بشكل عام مع المعدل العام في هطولات جيدة جدا، يعني بعض المحافظات وصلت بالمية 30-33، بعض المحافظات وصلت لأكثر من 150 لسه بعدنا نحن ما دخلنا الشتاء يعني. وأيضا طبعا هذه سمكات الثلجية الثلوج الموجودة على المرتفعات الجبلية هذه مخزون كبير يعني للمياه الجوفية. نعم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أكيد. الله يبعث الخير يا رب. يعني يمكن شوي تأخرنا بالشعور بالبرد أو باشتداد الحرارة انخفاضا في فصل الشتاء، خلينا نحكي بباقي المحافظات وباقي الأماكن كيف رح يترتب الطقس على سنة 2017، يمكن قديش رح يكون في عنا انخفاضات وقديش رح يكون في عنا ثلوج وقديش عنا يمكن انخفاضات درجات الحرارة. الحقيقة يعني الأيام القادمة يعني لحتى نهاية العام يعني هناك فرص كبيرة لهطولات مطرية. نعم، ولكن العام بشكل عام بكل المناطق يعني. وغزارت أكثر شيء في المناطق الساحلية والمناطق الشمالية الغربية كما ذكرت أنا. يعني رحنا يمكن بهذه الأيام القادمة سنصل إلى معدلات عالية جدا يعني بعض المحافظات ممكن تصير أكثر من 50%، أكثر من 60%. هلا دمشق صارت أكثر من 70%. يعني خلال الفترة الماضية. نعم صحيح. هل بتشوف انه مثلا قبل كل ما يجي فصل بالعالم بتصير بتروج اشاعات انه هي الشتوية بدها تكون قاسية كتير، هي الشتوية هذا الصيف بده يكون قاسي كتير، هي الشتوية بده تكون مثلا ابرد من اللي قبلها، كيف بيتم هي المعايير كيف بتاخذوها؟ الحقيقة يعني اكثر شيء مواقع التواصل الاجتماعي يعني بتشيع هيك حكي يعني، لكن علميا في علم الأرصاد الجوية يعني ما في ما هناك يعني من يتنبأ لمدة يعني هل صحيح تغير لمدة مثلا فصل كامل أو لا يعني في كل مرافق الأرصاد الجوية لا يوجد هناك تنبؤ دقيق لشو اسمه لفترة طويلة من الزمن. الحقيقة نحن عملنا متواصل دائما يعني لدينا دقة في التنبؤ لمدة أسبوع 10 أيام أسبوعين يعني أكثر من هيك بضل تنبؤ، حتى لما نقول نحن غدا نتنبأ غدا يعني تنبؤ يعني إذا في نسبة خطأ، ولكن الحمد لله رب العالمين نحن بفضل يعني الجهود المتواصلة من قبل الفنيين لدينا في المديرية بشكل عام وحيهم جميعا يعني مستمرين ومتواصلين مع الطقس بدقة تامة. نعم. فهذه الدقة تعطي دقة في التنبؤ، يعني الدقة في العمل الفني يعطي دقة في التنبؤ. طب خلينا شوي نشرح كيف بتتم آلية التنبؤ أو الترصد بالأرصاد الجوية، يعني يمكن أشخاص كتير بيشتغلوا على تنبؤ بدرجات الحرارة أو رصد درجات الحرارة لمدة جمعة أو جمعتين، خلينا نعرف آلية العمل. الحقيقة آلية العمل لدينا محطات منتشرة في كل قطر. نعم. محطات مطرية، محطات مناخية، محطات زراعية، محطات رصد كافة طبقات الجو العليا، وفي مراكز لدينا في المحافظات.
آلية العمل في كل المرافق الارصاد الجوية من خلال المنظمة العالمية للارصاد الجوي، ونحن نسم دولة ذات صفة عضوية دائمة بهذه المنظمة، يعني بيتم العمل مبدأ العمل واحد، يعني في نفس اللحظة نحن بنبث معلوماتنا عبر الأقمار الصناعية لكل دول العالم، ونحن بنستقبل معلومات كل دول العالم لديهم. فكلما كان كم المعلومات يعني متوفر كبير، وكلما كان هناك دقة في أخذ هذه المعلومات من خلال هذه المحطات اللي بترصد عناصر الطقس. نحن عندنا فنيين موجودين خريجي معهد الارصاد الجوي، لدينا معهد، نحن خريجي هذا المعهد بيشرفوا على المحطات كعمل فني، بياخذوا دقة بشكل دقيق هذه البيانات، بيجوا بيطبعوها على الخرائط، يعني بيثبتوا على الخرائط، بيسقطوا على الخرائط، بيجي دور المتنبي الجوي بيقوم بتحليل هذه الخطوط تساوي بشكل عام، قد تكون تساوي الحرارة، قد تكون تساوي الضغط إلى آخره. من خلال هذا التحليل الدقيق، العمل الفني، المتابعة الدقيقة وكم المعلومات الكبيرة المتوفرة، يقوم المتنبي الجوي بالتنبؤ من خلال هذه الخطوط الموجودة بالتحليل، يعني الموجودة على الخرائط، يعني يتم التنبؤ. نعم. الله يبعث هذا مبدأ العام بشكل عام في الأرصاد الجوي في كل دول العالم. يعني نوجه لهم تحية لكل العاملين بمديرية الأرصاد، نقول لهم صباح الخير ويسعد صباحكم، والله يعطيكم العافية، إن شاء الله دائما تتنبؤوا لنا بالخير يا رب. شكرا لقناتكم الكريمة أيضا على هذا الاهتمام الكبير، يعني من قناتكم الكريمة والعاملين فيها. تضيفنا الدائم يمكن أستاذ، شكرا كثير لك. أكيد لمعرفة أحوال الطقس ونطمئن المشاهدين، الله يبعث الخير لكل المحافظات السورية، وإن شاء الله هالكم يوم اللي بدون يمرقوا أعياد يكونوا بيحملوا كل الخير. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هيك كمان مع النصر، أخبار النصر هيك بتكلل نهاية العام بأخبار حلوة. أنا بدي أشكرك كثير على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها دكتور، وشكرا لوجودك معنا. إن شاء الله هيك سنة خير وسنة أمن وسلام وسنة انتصار نهائي على الإرهابيين، وإن شاء الله هيك نحن من جهتنا كأرصاد جوية مبشرين بتنبؤات، يعني من خلال الإحصاء الرياضي الموجود عنا، يعني متنبئين بإني سنة خير وسنة سلام وأمن وسنة عطاء من خلال هذه الخيرات التي تأتينا من السماء. يعني فالحمد لله رب العالمين. نأكد مرة ثانية أن هناك بطولات مطرية جيدة خلال الفترة القادمة، وراح نتجاوز يعني المعدلات الحقيقية للهطولات بشكل عام. وبنفس الوقت يعني وجه التحية للسادة المشاهدين بشكل عام، ان المديرية العامة للارصاد الجوية هي الجهة الفنية الرسمية والمخولة والمسؤولة عن الطقس والتغيرات المناخية بشكل عام، وكل ما يتعلق بالمائيات والتلوث. يعني ننصح الأخوة المشاهدين بشكل عام أن أبواب المديرية مفتوحة من خلال وسائل الإعلام المرئية، من خلال وسائل الإعلام المقروءة المسموعة، أيضا لدينا هواتف موجودة لدى الجميع بهذه الصحف. نطلب من السادة المشاهدين ونرجو من السادة المشاهدين يعني لذا أني معرفة الطقس غدا أو بعد غدا أو لأكثر من 3 أيام أو أسبوع، العودة إلى الأرصاد الجوي. نعم، نحن كثير وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي شوية هيك بيخوفوا أو بيشيعوا هيك إشاعات غير حقيقية يعني. أكيد نحن بنتشكر وجودك مرة ثانية دكتور، شكرا لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. أهلا وسهلا، شكرا كثير لك، شكرا للعاملين، شكرا لسيادتكم والعاملين في قناتكم الكريمة. مرسي لك. أما هلا مشاهدينا رح ننتقل لمحافظة حمص يلي عم تعيش أيضا أجواء الميلاد، مع الأمل بأنه هيدا العام يشهد ميلاد السلام على أرض سوريا من جديد، يلي كان الرسالة من الصلاة المشتركة يلي أقيمت بالمركز الثقافي بالمدينة، وتفاصيل أكثر بها التقرير خلينا نتابع مع بعض. بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أقيمت صلاة مشتركة وترانيم دينية بمشاركة كل رؤساء الكنائس المسيحية بحمص، وبحضور رسمي وجماهيري كبير في المركز الثقافي بالمدينة، تزامنا مع صلوات مشتركة في عدد من المدن السورية، هي دمشق وحلب واللاذقية وحما وطرطوس والخريبيات ويبرود بريف دمشق، على نية السلام في سوريا.
عايشين على السراء والضراء، عايشين بأمن وسلام، ونحن عندنا أمل كبير كتير كتير إنه رح ننتصر، نتغلب على كل هالصعوبات اللي عم تكون عم نعيش فيها. إن شاء الله إنه الأيام تكون قريبة، وإن شاء الله بيكون هالميلاد هاد هو ميلاد الفرح والسلام للجميع، وبيكون على طول إيدينا ممدودة لبعضنا البعض، بيكون على طول يعني القلب المنفتح على الآخر، والكلمة اللي بتجمعنا هي وحدة اللي بتكون عنصر اللي بيخلينا نحس بحالنا إنه نحن مش غرب عن بعضنا البعض، نحن أولاد بلد واحد، بلدنا سوريا بلد المحبة والفرح والسلام. سوريا ستبقى، سيبقى الله حاميها وستبقى نعمه عليها، وإن شاء الله يعم هذا السلام لكل أرجاء سوريا كما نعيشها اليوم في حمص، إن شاء الله ينتقل إلى كافة محافظات قطر، ونسأل الرب الإله أن يكون العام القادم عام خير وبركة والسلام لكل أرجاء سوريا والعالم. يا سوريا، هذه هي سوريا، كنيسة ومسجد محبة وسلام، والنصر آت إن شاء الله عما قريب، سنفرح جميعا بالنصر، وستعود سوريا كما كانت وأفضل بإذن الله تعالى، بالكنيسة والمسجد بالحب والسلام. رسالة ميلاد، إذا بدنا نمجد الله بدنا نزرع السلام بالأرض، وبدنا نزرع الفرح والسرور في قلب كل إنسان. هاي رسالة الميلاد، رسالتنا الله يحمي سوريا، ومنصلي لسوريا لحتى ربنا يرفع عنا كمان هالخطايا وهالذنوب اللي عملها الآثمين، ونرجع مثل ما كنا بلد الأمن والسلام. منصلي على نية أنه ربنا يرحم الشهداء اللي لولاهم نحن اليوم يمكن منا موجودين، وعم نصلي منصلي من هذا المكان لحتى ربنا ينعم علينا بالراحة والاستقرار والسلام ويشفي جرحانا. المصلون دعوا أن يحقق الجيش العربي السوري المزيد من الانتصارات، وأن يكون العام القادم موعداً لانتصار سوريا على الإرهاب. نعاد عليكم بألف خير، نحن حبينا هون نعمل تجمع للكنائس ونعايد على كل العالم، نهني بالنصر لحلب ونترحم على جميع الشهداء وينعاد على الجميع بألف خير، الله ينصر جيشنا. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. اليوم حبينا نقدم تجمع للكنائس لننشر الفرحة والسلام بحمص، وإن شاء الله بنحتفل بنصر سوريا قريبا. كل عام وانتم بخير، وللجيش العربي السوري، وكل عام وانتم بخير لهم، وبهنيهم بنصرهم لحلب. عاد عليهم بهالعيد وبعايدهم، بهني كل أهل حلب بانتصار هون، وبهني الجيش العربي السوري، والرحمة لأرواح كل شهداء سوريا. تمثل هذه الصلاة المشتركة قيم المحبة والتسامح التي تجمع أبناء سوريا، وتعبر عن تمسك شعبها وإصراره على متابعة ثقافة الحياة والمحبة والسلام. تحية لحمص، محافظة حمص، نصبح عليه هون. عم يعيشوا أجواء التلج اللي كنت عم تتمنيها ليا قبل شوي إنه ينزل كمان بالشام. نقول لهم يسعد صباحكم، إن شاء الله ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير. رح نبدأ هلأ بجولتنا الثقافية من دمشق، حيث تم افتتاح أيام دمشق الثقافية في المركز الثقافي بدمشق، والتي تضمنت ملتقى الفن التشكيلي والذي كان محطة البداية. التفاصيل مع زميلتنا لينا شيبور. وزارة الثقافة من إحدى أهم مهامها إظهار هذه الثقافة المتنوعة والغنية والعديدة، وإظهار الصورة الحقيقية لسوري والتي يحاول أعداؤنا تشويهها أو تزويرها أو تغييرها أو تدميرها، من جملة ما يدمرون كل شيء جميل في هذا البلد. الحقيقة بالملتقى اللي نحن اليوم بصدد افتتاح هذا الملتقى، هو يأتي برهان لهذا العمل اللي تقوم فيه وزارة الثقافة من خلال مديرياتها، واللي اليوم بتقوم مديرية ثقافة دمشق بهذا الملتقى اللي بيضم كوكبة نخبة باقة جميلة من المثقفين السوريين. الملتقيات ستقدم وجبات ثقافية مهمة جدا من خلال ندوات سيشارك فيها أكاديميين ونقاد كبار،
على صعيد القصة والرواية والشعر والفن التشكيلي. اليوم سيكون هناك الملتقى الموسيقي المسؤول عنه أنا، أحببت أن نقدم على شكل حفلة موسيقية تقدم فيها أغنيات من عيون التراث العربي والسوري لمحمد عبد الوهاب، عبد الفتاح سكر، زكي ناصيف من لبنان وأسماء أخرى. أنا بظن أنه كل حدث ثقافي فني هو عبارة عن حالة صحية بالجسد السوري اليوم. تعرفي أنت بيتلاقى بهذا الفراغ اليوم الفنانين والإعلاميين ومحبي وعشاق الفن يعني. وأنا دايما بقول أنه ما بيخطر لي إلا أني أتذكر قول السيد الرئيس حيال، وسيبقى موسيقانا أقوى من صوت رصاصهم وثقافتنا أقوى من إرهابهم. فأنا برأيي كل تنشيط لساحة ثقافية ولفراغ ثقافي اليوم هو جواب رح نتذكره قريبا بإذن الله بس تنتصر هالبلاد. أنا بالنسبة لي قدمت لوحة للأستاذ نزير إسماعيل باعتباره أنه توفى من قريب وهو صديق غالي كتير، فحبيت أنه تكون هاي المشاركة لإله ونوع من التكريم لإله. أنا بهاي اللوحة اشتغلت نزير مع أحد لوحاته بطريقتي أنا التعبيرية، حبينا نشارك ووفاء كانت لإله بهاي المناسبة. بهاي التوليفة الجميلة المعمولة بهالتجمع هذا برأيي كتير ضرورية على فكرة، أنه إحنا دائما نشتغل فيها أنه الفنون كلها بتكمل بعضها، ما في فن بفصل عن الآخر، إن بالنهاية عم يصنعوا إنسان، عم يصنعوا روح، عم يصنعوا مجتمع، عم يصنعوا وطن. لذلك الشعر بحاجة الأدب، والأدب بحاجة الفن، والفن بحاجة الموسيقى حتى نخلق إنسان وطني، إنسان بيفهم الحياة بطريقته الشفافة. افتتاح مهرجان حماة المسرحي يجدد الأمل بعودة الحياة مجددا للحركة المسرحية في المحافظة بدورته 23 بعد انقطاعه منذ عام 2011. تفاصيل أوفى بتقرير لزميلنا علي شحود. بعد انقطاع 5 سنوات تشعل حماة الشمعة 23 لمهرجانها المسرحي بحضور فعاليات شعبية ورسمية وفنية. في افتتاح هذا المهرجان أردنا أن نرسل رسالة إلى العالم أجمع أن سوريا الأم التي تجمعنا جميعا، هذه الأم الولادة التي تلد في كل يوم الأبطال والأطباء والمهندسين والفنانين لنعيد بناء سوريا مهما حاول التكفيريين والظلاميين أن يطفئوا هذه الشعلة الوقادة في سوريا الحبيبة. نقول لهم خسئتم، هنا سوريا، هنا بلد الأبطال، هنا بلد العلماء، هنا منارة العالم. انقطاع 8 سنوات بغياب مسرح حماة وبغياب مسرح حمص وبغياب مسرح اللادية، حقيقة من بداية تسلمنا لمهامنا بنقابة الفنانين كنا حريصين كل الحرص على إعادة إحياء هذه المهرجانات لكي نعبر بشكل أو بآخر عن قدراتنا الكامنة في الحراك الثقافي الموجود في هذا الوطن، مؤكدين تماما رغم هذه الحرب الكونية الظالمة على سوريا، رغم 322 ألف مسلح دخلوا أراضينا لتدمير هويتنا وثقافتنا وتاريخنا وتراثنا، نحن مصممين على دائما وأبدا من كما يقال يعني نجترح من جراحنا ثقافة فكر فن إبداع على كافة المستويات، مؤكدين ومصممين تماما كما كانت سوريا قبل للفكر والثقافة ستبقى كذلك من الآن وإلى يوم يبعث. نهدي افتتاح هذا المهرجان إلى مدينة حلب، إلى الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصار على تلك الإرهابيين الذين حاولوا تدنيس هذه البقعة من الأرض السورية، فنقول لهم بأن موسيقانا أقوى من رصاصهم وبأن ثقافتنا أقوى من إرهابهم. خلال الافتتاح تم عرض فيلمين قصيرين عن المسيرة الفنية الرائدة لعدد من الفنانين وتكريمهم لمساهمتهم ودورهم المتميز في دعم الحركة الفنية والمسرحية في سوريا. هلأ الشيء المهم أنه بالسنوات السابقة كلنا كنا نعرف قد أهمية الثقافة، بس ما كنا يعني أحوج لألم مثل هي الفترة.
نحن كتير بحاجة للثقافة، بحاجة علم، بحاجة للمسرح، بحاجة للدراما، وخاصة انه كان جزء من الحرب وجزء كتير هام كانت حرب إعلامية. نتمنى انه الفعالية المهرجان اللي توقفت مثل كل فعاليات سورية توقفت في هاي الحرب السنوات الخمسة، فاستئناف الفعالية يعني انه نحن موجودين وما أثرت الحرب علينا، ونحن صامدين ورح نضل، وان شاء الله كل فعاليات سورية بترجع بما فيها فعاليات مسرح حلب. انا بقول الحمد لله عدنا للمهرجانات، عدنا للنشاطات الثقافية. سوريا ستعود أفضل من قبل بكتير، هذا بدل على أنه نحن صامدين وعلى أنه نحن متفائلين ونحن متواجدين، وسوريا رح تكون أقوى بكتير. الآن بدأنا بتأسيس لانطلاقة أكبر أوسع بمجموعة من العروض، ورح يكون العرض الأول عرض الافتتاح، عرض وبعدين تأليف عبد الكريم حلا، وبكل تواضع أتمنى أنه ينال إعجابكم إخراجي. الجدير بالذكر أن مهرجان حمل مسرحي 23 سيستمر حتى 24 من الشهر الجاري، ويقدم عروضه المسرحية على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون يوميا في تمام الساعة 12 ظهرا، ليظل المسرح أحد أهم أشكال التعبير الثقافي والفني والإبداعي لسوريا، لسوريا الحضارة، بلد الشمس والحياة. خبرنا الأخير من روسيا، فقد قام مصمم الباليه البارز والمشهور أكيد يوري بتقديم وتصميم وإعادة باليه رايموندا بتلحين ألكسندر غلازونوف إلى خشبة مسرح البولوشي، وذلك بمناسبة حلول عيد ميلاده 90. مشاهد من الباليه من تبع سوا. رح نروح لفاصل ومنرجع منكفي صباحنا غير. هلا خلونا نتوقف يا زينب مع اللقمة الطيبة والرغيف السخن. فالخبز الدمشقي حكاية، خبزتها أيادي سورية وبنكهات مختلفة، ولنتعرف أكثر خلونا نتابع سوا هالتقرير التالي. برائحته التي تنبعث مع كل رغيف خارج من الفرن، يتصدر رغيف الخبز قائمة المأكولات على موائد السوريين. طحين وخميرة وماء، يضاف إليها خبرات عشرات الأجيال التي تتوارث للعمل في هذا الفرن لتدخل مكونات رغيف الخبز. بيجي العجان عنا 5:30 الصبح، بيجي لهون بيفتح المحل بيعجن، بيجهز العجين ما يختمر للساعة 7:30 لحتى يجي الخباز. بعدها بيجي الخباز، بعد الخباز بيجي يوقف البسطة، بعدين بيجوا الشباب الطيبة هون بيشتغلوا، وهي المصلحة اللي احنا اخدينا وراسي. بعدين بيجي العجان بيقرص بيشاور بيقلب العجين،
بيريحوا شوي شي ساعة زمان، بيجي عاد بيجي الخبازة بيشتغلون وبنطلع على الزباين، وهي المصلحة اللي احنا اخذينا ورثة يعني أبا عن جد. اختلاف المشروع خبز الصاج هذا اسمه بسموه، مخصص للشاورما، مطاعم الشاورما عنا خصوصي هذا. أما الخبز المشروح بيجي عنا في طريقة خميرة طحين أبيض، هذا بالذات الخبز الصاج مخصص لخبز لمطاعم الشاورما، وفي ناس ترغبوا للفول. في الخبز الدمشقي رائحة أخرى وطعم مختلف، حين تتناول قطعة خبز كأنك تمزق ورقة من التاريخ وتأكلها، وتتساقط بقايا الخبز فوق صحن ليمتلئ بالياسمين في الخبز الدمشقي. المرأة كانت عنوان لكثير من أنشطهم، بالإضافة لبرامج وضعت التنمية نصب أهدافها، فبعد مبادرات كثيرة بمجال التعلم والدعم الطبي، اليوم حملة جديدة لمدة 16 يوم، الغاية هي التوعية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هي أحد جوانب الحملة اللي رح نتعرف عليها سواء مع إسماعيل مجر مدير مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وآلاء أنيس مديرة مركز نور للمرأة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يعني مجال جديد، خلينا نبلش من عند إسماعيل، العنف المرأة تفاصيل كتيرة يمكن اجتمعت مع مبادرات، اجتمعت مع فعاليات، خلينا نحكي عن هالمشروع. المشروع المرأة هو مشروع جديد نحن بلشنا فيه بجمعية نور بعد ما كنا مبلشين مع اليافعين والأطفال. فتنا بهذا المشروع كحاجة، باعتبار نحن بنشتغل مع كافة الشرائح. المرأة كانت جزء مهم وجزء مهم للمجتمع عنا، وبمراكزنا نحن كان عنا حاجة إنه نبلش شيء مع النساء. الحملة هي حملة عالمية بلشت فين، يمكن هي تاني أو تالت سنة بتنعمل إلى نشاطات بسوريا. هاي السنة نحن كنا جزء كجمعية نور لأول سنة نحن بنكون مشاركين فيها. الحملة بشكل عام تهدف للتوعية بشو هو العنف القائم على النوع الاجتماعي. الحملة تخللها نشاطات توعوية هي بمراكز الإيواء، تخللها كمان محاضرات بمراكز ثقافية، بالإضافة للحملات الإعلامية اللي هي كانت على الإذاعات المحلية وإعلانات طرقية. ألا خلينا نتعرف لك على مركز نور للمرأة أكثر. مركز نور للمرأة هو أحد مراكز جمعية نور الخيرية، افتتحناه طبعا فترة بسيطة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية. هلأ هو مركز، هو مساحة آمنة لكل النساء. هاي المساحة بتأمن دعم نفسي واجتماعي، بتأمن استشارات قانونية. كمان نحن بنهتم كثير بموضوع التنمية من الناحية المهنية والتعليمية. أكيد المرأة لازم إذا بدها تنطلق يعني نحو المجتمع وتقدر تثبت نفسها، فلازم يكون في بإيدها شيء قوي، فيا أما بيكون تعليمي فعم نشتغل على محو الأمية والكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ومن الشق المهني عم نشتغل على الخياطة والأشغال اليدوية، في طبخ، وحتى في رياضة ولياقة بدنية. نعم. آلاء، يعني كيف لمستوا تفاعل النساء مع هاي المبادرات ومع هاي المشاركات ومع هاي المهن يلي انتم عم تقدموها من خلال جمعية نور؟ صدقيني نحن من قبل من خلال مراكز جمعية نور دائما كانوا المستفيدين، يعني معظم المستفيدين عندنا بيكونوا أطفال ويافعين، فكانت النساء دائما بزياراتهم المتكررة لمراكزنا تقول انه نحن ما لنا شيء، انه بدنا شيء لإلنا. فلما افتتحنا مركز المرأة يعني كان نقل كتير نوعية، وكان مرحب فيه بشكل كتير كبير، وفي إقبال قوي على الدورات بشتى أنواعها، في إقبال على موضوع الاستشارات. يعني حسينا أنه فعلا أنه كان بحاجة شديدة يعني لوجود هيك مركز. خلينا نحكي لك عن إسماعيل عن 16 يوم اللي كان الموضوع قائم على العنف عن النوع الاجتماعي. خلينا نحكي أكثر عن هالعنوان، شو حمله وشو أهميته، كيف كان طبعا التبادل يمكن الأفكار بينكم وبين النساء. هلا هو المفهوم بشكل عام جديد، نحن حاولنا بداية باعتبارنا كمان نحن جداد على هذا المجال أنه نعرف كل كادر الجمعية والجمعيات الشريكة لنا على
مصطلح العنف القائم على النوع الاجتماعي. وصلنا لعدد منيح من خلال دورات الأساسيات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، قدرنا نوصل هاي الفكرة لكل العاملين عنا بالجمعية وبالجمعيات اللي عم تشتغل معنا لحتى نكون نحن حاملين رسالة صح. مثل شو النوع الاجتماعي حتى يفهموا أكثر المشاهدين؟ أوكي. النوع الاجتماعي هو رجل ومرأة، اللي بتحدده هي الطابع الثقافي للمجتمعات وبتحدده الأدوار اللي بيقوم فيها كل منهم. الجنس اللي هو ذكر أو أنثى. هلأ نحن بصير عندنا خلط أحيانا بين الجنس وبين النوع الاجتماعي، هذا الشيء اللي نحن شوي حاولنا نوضحه. العنف القائم على النوع الاجتماعي ما هو بس عنف ضد المرأة، هو عنف ضد المرأة وبمراحل تانية هو عنف ضد الرجل. مجتمعات تانية ممكن يكون في تبادل بالأدوار فيكون هذا العنف هو عنف ضد الرجل. لهيك هو مصطلح كتير هيك طويل. يعني عنف ضد الرجل بأفريقيا مثلا ما بدنا نفوت بهالسيرة كتير. في مجتمعات، لا في حالات، في مجتمعات هيك عنا، في مجتمعات بس لا مجتمعات كاملة. بس هو المصطلح عام. يا ريت كنا نشوف ليش بدنا نشوف. لأنه دائما المرأة السورية بتحسها أنه مناضلة ومضحية، يعني بالرغم من كل شيء من كل الصعوبات. فنحن بنوجه لها تحية، هي والرجل حتى ما يزعل. إيه طبعا نحن بنوجه تحية كل النساء السوريات، لا للمرأة ولا للرجل. ما بدنا عنف بنوب. ايه بس هو هي الفكرة، بلا عنف بنوب. الفكرة بهي انه هي حملة عالمية، فهي موجهة لكل المجتمعات بمختلف الادوار اللي عم تقوم فيها سواء المرأة او الرجل. لهيك عنوانها شوي صعب، نحن حاولنا نوضحه اول شيء للكادر تبعنا لحتى نقدر ننشر هي المعلومة. يعني هي متعلقه بالكفاءات بين الرجل والمراه، او متعلقه مثلا بانه حقوقها هي كمراه انه ممكن تحارب فيها؟ هي متعلقة بالثقافة الموجودة بالثقافة. تمام، يعني هي بتحددها البنية العميقة للثقافة، العادات المجتمعية. هلأ نحن صراحة بالحملة كنا عاملين تقريبا 3 محاضرات، واحدة منها لها علاقة بهاي الشيء بالذات، قدمها الدكتور تيسير حسون بالمركز الثقافي أبو رماني. يعني أنا مدير المشروع بس كتير استفدت من هالموضوع، هو كتير موضوع شائك. مثل شو؟ خبرنا، عطينا كأمثلة يمكن على أرض الواقع. على أرض الواقع؟ أمثلة. طيب أمثلة من الشغلات اللي استفدنا طيب منها من المحاضرة مثلا، هاي اللي كنا عم نحكي إنه أنت وقت عم تحكي عن النوع الاجتماعي فأنت عم تحكي عن بنية عميقة بالثقافة ما بتقدر تغيرها بنشاط نشاطين ثلاثة. هاي الأشياء بتتغير على مستوى سنين عقود، موجودة بدون ما نحس فيها. يعني نحن باللاوعي عنا المجتمع شرقي، مو بيقولوا مجتمع شرقي فهو مجتمع ذكوري، ف 90% المرأة هي اللي عم تعاني من هذا العنف اللي نحن عم نحكي عنه. هذا الشيء موجود عندنا هون بهي المجتمعات، مجتمعات تانية لا، في العكس. هذا الشيء اللي كنا عم نحاول نوضحه، هذا الشيء اللي وضحناه. ولهيك يعني بتقول لك انه هي الحملة العنف ضد المرأة، هي اوكي نحن عندنا ممكن تكون هي العنف ضد المرأة، لكن بالمجمل العام لأن نحن جزء من حملة عالمية فهي حملة 16 يوم لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. نعم. خلينا لكن آلاء نحكي كمان عن ورشات العمل اللي قمتوا فيها والجهد الجبار اللي كمان عم تعملوا فيه، لأنه أنتوا عم تنشروا رسالة توعية. تمام. هلا أنا بس بدي أضيف شغلة قبل ما أحكي عن الورشات بالنسبة لموضوع الحملة. غير أنه غير المحاضرات اللي حكي عنها إسماعيل وأنه الفرق بين النوع والجنس، المجتمع نفسه يعني نحن خلال الأحداث والأزمة صار في عنا مفرزات جديدة، يعني صار في أنواع عنف مكرسة عن جد ضد الرجل، ومنا يعني في أمثلة كتير من مجرد اختلاف الأدوار بين المرأة والرجل، إنه مرأة كانت بس بالبيت بعدين انطلقت للعمل، تبادلوا الأدوار، صار في حدا عم يصرف على البيت وحدا قاعد. تمام. فالعنف دايما بيجي من حدا عنده سلطة أكبر أو عنده قوة شو ما كانت نوع السلطة أو القوة. بس حبيت أضيف أي شغل. بالنسبة للورش، الورش اللي عملناها خلال الحملة كانت ضمن مركزنا نحن مركز نور، كانت إحداها للمتطوعين عن مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيف نتعامل معه. بعدين كانت مع النساء الموجودين بالمجتمع هنيك بصحنايا وفيت صحنايا، والنساء الموجودين كمان بمراكز الإيواء، فكانت حقوقية واجتماعية. من الناحية الحقوقية كان في شيء عن حقوق الإنسان وشيء عن حقوق المرأة بالقانون السوري. يعني أنت لما بتقعدي مع النساء بتحسي إنه في يعني في غموض بموضوع القانون،
يعني ما بتعرف صحيح. مثلا انه في عنده هذا الحق في هاي العقوبه ضد هذا الشخص اللي عم يمارس مثلا نوع من انواع العنف الجسدي او حتى اللفظي او حتى النفسي. تمام، فهي الشغلات كانت نهائيا يعني ما نمضوا عليها. طب هون هون خلينا نحكي، يعني في كتير نماذج من النساء وخاصة يمكن هلا يمكن ما عندهم علم بالقانون، ما عندهم علم او معرفة شو يتصرفوا، او يمكن ما رح يأمنوا لكم انتو كجمعية انه هنن يكونوا معكم، انه هنن يشتغلوا، انه هنن معنفات، انه يمكن يتلقوا الامر انه بشكل عادي او طبيعي. واكيد ما رأيت معكم هيك حالات، انتو هون كيف بيكون دوركم بهي التوعية؟ يمكن بيكون أضعاف مضاعفة. أكيد. هلا نحن أول شيء مبلش بموضوع عام نحكي فيه، منتخصص فيه. مثلا بلشنا بحقوق المرأة بشكل عام، بلش حق نوضحه أكتر. هاي من خلال الزيارات المتكررة للأخصائية اللي عندنا اللي هي المحامية مع الفريق الجوال، والمحاضرات اللي بتكون عندنا بالمركز. هلا من خلال المحاضره ببلش يصير في عندهم اسئله واستفسارات، فينا نقول هي جلسات نقاش اكثر من محاضره. تمام، فمن خلال جلسات النقاش والاسئله والاستفسارات، مثلا انا حابه اسالك سؤال على جنب، انا حابه استفسر عن شغله، فاوكي المحاميه موجوده مت ما حبيتي، فبتفوت بتحكي. كيف بدها يعني كيف بدها تضمن السريه؟ هذا شيء يعني موجود من خلال التعامل معنا، يعني احنا بنضمن السريه. كيف بدي لك، يعني من خلال التعامل الموظفة معه، ومن خلال انه في حدا قبل جرب والموضوع ما انتشر يعني ولا باي شكل من الاشكال. طيب على ليش ما كمان بتكرسوا ثقافة انه استفادة من التجارب، يعني انه مثلا كل سيدة تحكي تجربتها حتى فعلا يكون في استفادة، وحتى تنفس عن مشكلتها وعن الضغط اللي عايشة فيه وتاخذ الحل الامثل. هذا الشيء بيصير، ولكن بعد موافقتها هي. هلا الشخص المرأة اللي بتحب تشارك قصة مع النساء ما عندنا مشكلة فيها إذا هي حبت طبعا، وهذا الشيء بيصير بشكل رسمي. أما لا ما أنا حبه ما أنا نعم. اسماعيل خلينا ننتقل عندك ونحكي شوية لكل امرأة هي بحاجة للانضمام لجمعية نور، هي بحاجة أو معنفة بأسلوب ما، أو هي بحاجة لأنه تفهم شيء بالقانون أو شيء بحياتها أو بحقوقها أو بواجباتها، كيف هي تنضم لكم وكيف فيكم تساعدوها؟ يمكن بس عن طريق الاستفسارات. هلأ على أرقام الجمعية نحن عم نستقبل عدد كبير من الاتصالات اللي فيه لهم أسئلة عن هذا الموضوع. الحملة الإعلامية كتير جابت صدى حلو عند العالم، فصاروا يعرفوا أنه هاي الجمعية إذا نحن بعازة شيء له علاقة بالعنف ففينا نتصل فيهم. عم نحاول نعمل لهم إحالات للمراكز اللي هن قراب منا. نحن مركز المرأة موجود بصحنايا، فمنطقة صحنايا والأشرفية وجديدة هي اللي عم نخدمها من خلال مركزنا. مراكزنا الثانية عم تقدم الخدمات اللي لها علاقة بموضوع الاستشارات القانونية، الدعم النفسي الاجتماعي، وحتى مهارات الحياة الأساسية للنساء. هي بمختلف مراكزنا، سواء بالزاهرة أو بدير علي، وصحنايا المركز المرأة موجود أساسا. عم نحاول يعني مثل ما قالت هي الشغلة صعبة شوي، ومثل ما قلتي أنت موضوع الثقة كتير موضوع مهم عند النساء. نحن الشيء اللي بيفيدنا أنه نحن عم نشتغل معهم أساسا، نحن كنا عم نشتغل مع أولادهم، نحن كنا عم نشتغل بالمجتمع عندهم، فهنن بيعرفونا. هذا الشيء شوي كاسر هذا الحاجز تبع الثقة، يعني عندهم ثقة منيحة بالكادر الموجود، لأن كادرنا بيعرفوه وبيعرفوه على مدى كتير منيح وشغلي. يعني بتعرفي أنت إذا تفوتي على العيلة تشتغلي مع الولد، متى ما وثق فيك الولد وثق فيك أبوه وأمه لحتى يبعثوه لعندك، فأنت صار عندك جسور تواصل معهم، تبدي تفيدي وبتقدي تفيدي أي حدا كمان بالأسرة. هذا الشيء نحن عم نحاول نعمله. يعني شغلنا مع المرأة هو كان مرحلة تانية مثل ما حكينا بلشنا بعد شغلنا مع الطفل. كل شيء بكمل بعضه لحتى نقدر نرد نعيد بناء الأسرة بشكل صحي أكثر مثل ما كان قبل. طب اسماعيل، الجانب التعليمي كمان كان له حصة عندكم، يمكن بالدورات بمدة 16 يوم كمان. احكي لنا عن الإقبال، كيف كانت ردود الفعل؟ كمان شعار الحملة لهي السنة كان تعليم المرأة يصنع السلام. من خلال نشاطات نحن الموجودة بهي الحملة كنا عم نعمل ورشات، مو ورشات، هي كورسات محو أمية، دورات محو أمية. يعني أنا بدي أحكي لك عن تجربة صغيرة. في نساء عمرهم بالخمسين ستين سنة كانوا جايين بدهم يتعلموا يقروا، وهذا الشيء تم على مدى شهر وشهرين وثلاثة.
يعني أنا ما كنت أتخيل طبعاً إنه يكون في عندك هذا الإصرار، بس إيه كان في نساء عم يجوا عم يتعلموا عم يعملوا محو أمية، يعني محو أمية بالمعنى الحرفي تبعه اللي إحنا نعرفه، مو محو أمية تبع الكمبيوتر واللغات، لا لا هو محو أمية لتعرف تقرأ. في كتير إقبال حلو، في كتير نساء عم يجوا على هاي الدورات عم يسجلوا بهاي الدورات. مركزنا الجديد نحن عاملين فيه دورات محو أمية باللغة العربية، دورات محو أمية باللغة الإنجليزية، بالإضافة لدورات محو أمية للعلوم الحاسوب ICDL الشغلات البسيطة. فا إيه جزء كتير مهم، جزء كتير مهم لأي حدا بالمجتمع. طبعاً العلم والثقافة هو الجزء الأكبر تمام. من هيكلية وحياة كل أسرة وكل أم وكل طفل. ألا بعد إذنك خلينا نحكي كلمة أخيرة لأنه انتهى الوقت، بتحبي توجهيها يمكن لكل حد عم يتابعك، لكل امرأة، لعمل الجمعية ولأعضاء الجمعية يلي عم يبذلوا جهد من أجل بقاء المرأة هي دائماً مشرقة وبعيدة عن العنف. أكيد أول شيء أكيد بتشكر كل اللي تابعونا وكل اللي عم يتابعونا لحد هلأ بيعملنا بالمركز وكل حدا حتى عم يشاركنا يعني بنشاطاتنا وحملاتنا، وبتشكر كمان رفقاتي بالجمعية كلهم على التعب اللي تعبوه يعني الفترة الأخيرة. هلأ أنا لكل امرأة بوجه دايما رسالة بقولها أنه آمني بالشي اللي جواتك، آمني بحقك، ولما بتآمني بحقك من جوا بتآمني بفكرة بتقدري تدافعي عنها وبتقدري تحصلي عليها. جواتك قوة كتير كبيرة، استثمريها منيح. نعم. بما أنه نحن شعارنا ليه لا للعنف أبداً، لا ضد الرجل لا ضد المرأة، نعطي كلمة أخيرة كم. هلا أول شيء بتشكركم وبتشكر كل مرة تانية، بتشكر العالم اللي كانوا معنا، بتشكر المتطوعين اللي بذلوا كتير جهد خلال هاي الحملة. هاي الحملة كانت بداية. مركز المرأة تبعنا اللي بلش أول مركز بصحنايا، مين بمراكز تانية لنقدر نوصل هدفنا ونوصل رسالتنا بطريقة أفضل. إن شاء الله يا رب. أكيد نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق لكم ولكل أعضاء المركز يلي معكم، إن شاء الله بتكونوا بكل سوريا. شكرا كتير لك آلاء، وشكرا كتير لك إسماعيل. شكرا لوجودكم معنا أكيد، وإن شاء الله هيك نستضيفكم بنشاطات جديدة. أما هلأ حان الوقت مشاهدينا لننتقل لغرفة الأخبار مع زميلتنا علا أبو خضر للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية السورية في حلب أنه من المتوقع أن تعلن في الساعات القليلة القادمة مدينة حلب خالية من الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم إجلاء عدد من دفعات المسلحين من الأحياء الشرقية بالتزامن مع خروج 700 مدني من كفرية والفوعة اللذين تم تأمين كافة المساعدات والمستلزمات الطبية لهم من قبل الحكومة. يمكن القول بأن ساعات قليلة قادمة وتعلن كامل مدينة حلب هي نظيفة من رجس الإرهابيين، وذلك بعد مضي ليلة أمس والتي حملت معها خروج ربما لمجموعات من المسلحين. اليوم يمكن القول بأنه تم إجلاء مساء أمس أيضا دفعات منهم، هذه الدفعات أتت تزامنا مع خروج دفعات من كفرية والفعة، وهنا نتحدث بأن خروج لنحو 700 مدني من كفرية والفعة تم تأمين لهم المستلزمات والأدوية اللازمة و استنفار كامل للكادر الطبي في مديرية صحة حلب وأيضا الهلال الأحمر العربي السوري في منطقة جبرين. كافة المؤسسات مستنفرة الخدمية وغيرها من المؤسسات باتجاه كافة الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي تم تطهيرها في وقت سابق من قبل أبطال الجيش العربي السوري، وعملية ترحيل الأنقاض مستمرة وواقع إعادة بناء ما تم تدميره مستمر. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات، ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها. وينص القرار على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من مدينة حلب.
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سوريا لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني، ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين وعدم حرمانهم من المنشآت التعليمية. وأضاف الجعفري إننا نتعامل مع تبني هذا القرار باعتباره اختبارا أخلاقيا لفرنسا وبريطانيا وفرصة كي يثبتوا نواياهم الحسنة إذا كانوا يمتلكونها، والإفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من دون أي أجندات خبيثة أو سيئة ضد المواطنين السوريين. آن الأوان لهؤلاء الذين يدعون بأن لديهم نوايا حسنة بأن يشاركوا بصحبة الحكومة السورية في تحمل هذه المسؤولية الإنسانية، ومشروع القرار يعد جزءا من جهودنا اليومية. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة السفير الروسي في تركيا أندري كارلوف. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا تعرب عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ولعائلة السفير المغدور. وأضاف المصدر أن هذه الجريمة الشائنة تؤكد من جديد الضرورة الملحة لتسخير كل الجهود والإمكانيات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. في خبرنا الأخير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اغتيال السفير عمل استفزازي يهدف إلى نسف العلاقات بين البلدين وعملية التسوية في سوريا. وقال بوتين خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين الروس إن السفير الروسي قتل بشكل جبان ويجب الرد على الجريمة بتعزيز مكافحة الإرهاب. وأمر بوتين بتخصيص كارلوف بوسام حكومي، وطالب الجهات الروسية بالحصول على ضمانات أمنية حول سلامة البعثات الدبلوماسية الروسية في تركيا. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك زينب. شكرا لك زميلتنا من غرفة الأخبار علا أبو خضر، أكيد متابعينا بفقراتنا. شو الفقرة هلأ؟ أكيد زينب، محطتنا هلأ رح نترافق فيها بجولة منوعة على أيام دمشق الثقافية يلي افتتحت أمس في مركز ثقافة أبو رماني وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري، ويتضمن الافتتاح معرض الفن التشكيلي للملتقى التشكيلي والملتقى الموسيقي بمشاركة مجموعة من الفنانين. لحتى نحكي أكثر عن ملتقيات دمشق الثقافية بصرنا نرحب بالفنان التشكيلي الدكتور سائد سلوم، الأستاذ في كلية الفنون الجميلة قسم الرسم والتصوير. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك. عن جديد بداية خلينا نحكي عن الافتتاح وعن الملتقى الفن التشكيلي. هو حقيقة بالفعل أنه تم الافتتاح البارحة، والمفاجأة الأكبر يعني ليست إلي فقط إنما حتى لجميع الناس كانوا موجودين، كثافة الجمهور الموجود بالمعارض أو بهذا الملتقى بالتحديد، يعني هذا كان شيء غير متوقع، يمكن بسبب ظروف البرد أو بسبب ظروف التوقيت أيضا. الكهرباء الكهرباء موجودة، والقلوب هي التي تشع الدفء أكثر من أي أشياء أخرى بهذه الأيام. نعم، خلينا نحكي عن الأعمال يلي كانت مشاركة بالملتقى. خلينا نحكي عن يمكن شو تضمن من نماذج بهيدا الملتقى. لا، هو من جماليات الملتقى انه بيضم مجموعه اتجاهات، مجموعه مناهج، نقولها مجموعه رؤى مختلفه، واحيانا لشيء واحد او لهدف واحد. هو قد يكون هدف متعلق بالانسانيه، متعلق بالوجود الانساني، وخاصه في هذه المرحله. يعني بالفعل المتقصب بالرؤيه لهذه الاعمال سوف يجد انه العلاقات الإنسانية كيف موجودة بهالأعمال، وخاصة بهالظرف هذا. نحن بحاجة ماسة لأنه نشوف كيف الناس عم تفكر، كيف الفنانين عم يفكروا، خاصة بيكونوا شديدي الحساسية تجاه الواقع. لذلك عم نشوف يعني هي بالصورة لازم تنشاف أكثر، وأنه بالحكى نقعد نحكي عنه، نشوف حالات خاصة إنسانية تسعى إلى الحياة وليس إلى الموت، تسعى إلى الوجود وليس إلى العدم. عم نتابع شوي، عم نشوف الصورة مثل ما قلت. خلينا نحكي قد يمكن كانت الأعمال عم تعبر عن الحالة السيكولوجية للحرب. هو كما يقال دائما أنه الفن الذي لا ينتمي إلى عصره ليس هو الفن المنشود، وبالتالي الفنانين اللي عم يشتغلوا بالفعل ما عم يشتغلوا في برج عاجي
منفصلين بهذا العامل الخاص الانفعالي عن الواقع، مثل الفنون بالمراحل السابقة يعني ولو كان فيها قسم تعبيري عالي، لكن الفنان يجلس في قصر ذهبي ويرسم عن الفقراء، يرسم عن البؤس، يرسم عن الشقاء، يرسم عن الحرب. بينما التعبيرية المعاصرة وخاصة شوف المعرض، شوف معظم الأعمال التعبيرية دمجت هذه الحالتين، يعني الحالة الخاصة مع الحالة العامة أو الحالة الذاتية مع الحالة الموضوعية. لذلك عم نشوف الفنان عم يعيش الحدث، عم يعيش الألم. صحيح. لم يعد يصور الخوف، لم يعد يصور القلق، لم يعد يصور الألم، هو يصور يصور بخوف ويصور بقلق ويصور بألم. وهذا ما شاهدناه في معظم الأعمال الفنية اللي كانت موجودة بالملتقى. نعم دكتور، يمكن ذكرت تفاصيل مهمة بحياة الفنان، يعني الفنان هو حساس زيادة عن اللزوم مثل ما بيقولوا، والظروف الصعبة أكيد كتير يمكن أثرت على حساسية الفنان. هون حضرتك كدكتور وكحدا بيعطي مادة الرسم والتصوير، كيف تتبنى هدول المواهب وتسييرهم بالطريق الصحيح يمكن وفصل الإحساس والحرب والظلم والقهر والفرح والرعب بإحساس آخر هو يترجم على اللوحة؟ هلا أول شغلة من حيث التدريس الأكاديمي لهذه الطريقة، ندرس أولا الحالة الأكاديمية السليمة، يعني القاعدة الأولى، والقاعدة الأولى هي التي يجب أن يتمكن منها الفنان. بعد أن يتمكن من الخطوط والمبادئ الأساسية، هو يبدأ بالانزياح عن هذه القاعدة بانزياحات إبداعية. هلا هون تختلف مدى الانزياح باختلافات فردية عند الفنانين، خلينا نقول ولو كانوا ما زالوا طلاب. هالانزياحات طبعا كل واحد يكون عنده انزياح مقدار معين. هون بنصير نشوفون واحد بيصير يميل نحو المثالية، وبالتالي يذهب إلى التجريدية المثالية، واحد يذهب نحو التأثيرات المباشرة للإحساسات والإنفعالات على اللوحة بشكل مباشر، وبالتالي نراها مع الأعمال التعبيرية بشكل مستمر وأدق من ذلك. وإلى ما هنالك من تصديات لهذه المدارس، لأنه إلى كثير توجهات، ومثل ما نتوقع دائما بالقاعدة نحط في 10 مبادئ، وقت ما نحط قدامنا 10 أشخاص بنشوف 10 مبادئ أخرى بسبب الاختلافات الفردية. أكيد. طب خلينا نحكي عن حركة الفن التشكيلي بسوريا، كيف بتشوفها؟ هل هي نشطة خلال هي السنوات اللي عم نعيشها بظل الأزمة بسوريا؟ هل زادت النشاط، زاد الإبداع والأفكار الخلاقة عند الفنان لا يترجمها على اللوحة؟ هلا من خلال متابعتي لمجموعة من المعارض، إن كانت داخل سوريا ولا خارج سوريا، لأن في كثير من الفنانين خارج سوريا ونحن عايشين معهم وكأنه ساعتنا في مكان واحد، تعرف بسبب هذا العالم الافتراضي العظيم. لذلك عم نشوف أنه بالفعل هي التأثيرات النفسية أكثر من غيرها، يعني التأثيرات التي تنتمي إلى القلق والخوف والألم، إلى معالجة القضايا الإنسانية بشكل عام، هي التي تسيطر على اللوحات والأعمال الفنية المعروضة. نعم بالفعل موجودة بهالاتجاه هذا. نعم، يمكن معارض كثيرة شهدت عليها في العام 2016 ومواهب عديدة كمان شاركوا أو سمحوا، يعني بعض الناس سمحت لهم بالمشاركة بالمعارض، يمكن في فنانين بعدهم ما هم متخرجين شاركوا بهذه المعارض بال 2017. يمكن كيف رؤيتك لهدول المعارض، كيف رؤيتك للفنانين، كيف رؤيتك للفن بسوريا؟ لا إذا بدنا نقول إنه مرحلة الانتصارات يعني طبعا هلا هو تفاؤل عظيم، والفنان دائما بيعيش حالة فيها حدس. هذا الحدس ما فينا نقوله إنه والله هو عبارة عن قراءة بالفنجان أو تأملات متخيلة إنه والله بكرة أحلى مثل ما أنا عم نطرح. الفنان دائما يقدم هذا الحدث من خلال الواقع، من خلال مؤثرات الواقع، يعني هو بيعيش حالة اليوم، بيشوف المجريات اللي عم تجرى، بيشوف الإشكاليات الكبرى كيف عم تنحل، بيشوف الانتصارات العظيمة كيف عم تحدث، فهو يستشرف المستقبل. لا يبني على متخيلات، إنما يبني على أساس واقعي موجود، وهذا اللي عم نشوفه. يعني حتى لو دققنا بالأعمال الفنية مثل ما تحدثت إنه حتى الشباب عم يعرضوا وصار في كثافة أكثر، وحتى طلاب كلية الفنون الجميلة لا أقول إنه يعني صاروا ضعف ولا اثنين، صاروا 4 أضعاف وخمس أضعاف عن سنوات ماضية. ومعروف جامعة دمشق يعني بكل اختصاصاتها يمكن ثاني أو ثالث جامعة بالعالم من حيث التعداد الطلابي،
يعني هاي الكثافة والغزارة هذه ما أنا موجودة بجامعات أخرى في العالم. هذا الإقبال على التعلم، الإقبال على المعرفة ليس شيء يسير أو بسيط ممكن أنه يمر عابر. من خلاله أخذنا بس المتخصصين بالفنون الجميلة، وشفنا الأعداد كثيرة، وشفنا الدفعات اللي تخرجت السنة الماضية هنن أضعاف مضاعفة من السنوات اللي قبل. إحنا هلا عم نحكي على 2016، لو 2017 2018 إن شاء الله ما نشوف إلا الخير والفن والجمال، خصوصا هالأشياء الجميلة اللي الإنسان بيسعى لها والإنسانية كلها بتسعى لها، لأنها تسعى إلى الحياة ولا تسعى إلى الموت. أكيد. خلينا لكان نحكي التحضيرات القادمة اللي عم تحضروا لها على الصعيد الكلية ولا لا صعيد؟ على الصعيد الكلية وعلى الصعيد الشخصي للفن التشكيلي كمان. هلا على الصعيد الكلية دائما في يعني بنى عم نبني طلاب، نحن عندنا سنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة، وهدول الأشياء اللي عم كل يوم عم نحاول إنه نعطيهم مبادئ مستحدثة مرتبطة بالواقع الجديد. وهون نحن بنشوف إنه راح يكون أكيد في شيء يعني ننتظره للمستقبل. هلا على الصعيد الفني بشكل عام ما فينا نقول للفنانين انه رسموا، هلا في كثير كمان الفنانين على فكره يعني شبه توقفوا في مرحله الازمه صحيح. او بداياتها. سبب انه الذي يعيش القلق بشده لا يستطيع ان يقدم عمل ابداعي، ويقول يجب ان استريح قليلا، يجب ان ادرك نفسي قبل ان ادرك الاخرين. او بده حدا صحيح او هيك يطلع من الحاله، لا يطلعوا شويه من الحاله، يمكن هو هاي الحاله المؤلمه احيانا الانسان يعني بده حدا جنبه طعام احيانا بسبب الالم، لانه هو عم شكل يمكن كمان صوره تترجم باذهان البعض. كل حدا بده يفهم الحاله المزاجيه اللي رسم فيها الرسام، فلازم يكون مرتاح وبيعرف شو عم يرسم كمان. هلا هو هذا اكيد، خاصه انه الفنان الاكاديمي يعني لازم يكون يعرف خطوات اللي عم يشتغل فيها. لكن لو عدنا للبدايات وبدايات الحرب على سوريا، هذه الحرب الكونية وهذا التضليل الإعلامي الشديد اللي كان متوجه باتجاه سوريا هو أيضا ضلل البعض وضيعه. لكن بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، مو 5 سنوات 6 سنوات، بعد 3 سنوات استطاع يعني بقول أنا 90% منهم أنه يرجع يعرف المسار الصحيح ويرجع يعرف هو وين لازم يكون. نعم. نحن بدنا نشكرك كثير دكتور سعد سلوم، وأهلا وسهلا فيك وموفقين يا رب، وإن شاء الله سنت خير على الفن بسوريا ككل. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا. والإخبارية السورية عم تحاول ترصد الواقع الثقافي والنشاطات الثقافية بمحافظات سوريا كلها. إن شاء الله 2017 بتحمل كل الخير بهذا المجال. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم جميعا، وشكرا لجميع الفنانين المشاركين وجميع الحضور اللي كان امبارح بهذا الملتقى، لانه بالفعل كان ملتقى جميل من الجمهور ومن الفنانين ومن الاعمال الفنيه مع بعضها. موفقين يا رب، وشكرا كثير لك. ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من صباحنا غير. نتمنى نكون يمكن قدمنا لكم الفائده وقدرنا نستقطب اكثر عدد من الضيوف من ضمن الفعاليات. بدنا نتمنى لكم اكيد بقية نهار ممتع مع باقي برامج الإخبارية السورية. الرحمة لجرحانا والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. شكرا كثير لكم مشاهدينا، إلى اللقاء. أكيد بدي أشكرك ليا كمان، بدي أشكر كل المشاهدين اللي كانوا معنا برحلتنا الصباحية. أكيد لكل اللي عنده فكرة أو أي موضوع حابب يشاركنا فيه ما ينسى يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. أكيد حماة الديار عليكم سلام، ولكم منا ألف تحية، وتبقوا بألف خير، وباي باي.